أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة خلال المرحلة الحالية في تنفيذ المخطط المتكامل لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة على مستوى الجمهورية، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية. خلال متابعته للموقف التنفيذي لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة بمرحلتيها الأولى والثانية، أشار مدبولي إلى مواصلة الجهود لتفعيل هذه المنظومة، وذلك لما لها من أهمية قصوى توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية للمواطنين والحد من معدلات التلوث، هذا فضلا عن إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات وتوفير فرص عمل جديدة.